كيف طالعه، شايفين؟ بسم الله. هلا والله وسهلا، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ تارت الليمون كثير يبغونها، خاصه اللي عنده مشروع كافي. تارت الليمون يمشي بشكل سريع في كل مكان، وحنا برضو نحب تارت الليمون خاصه في الصيف. خلونا اليوم نسوي تارت الليمون مع بعض، واتوقع انها تعجبكم مره لانها جديده. طبعا اول خطوه بسويها عندي الزبده، نزل السكر طبعا الباودر مع على طول. سهله، اسهل تارت ممكن تشوفها. عندنا بعد الالمون باودر، شايفين؟ ننزل معه البيض. شوفوا في النهايه خلاص انزل الدقيق اخر شيء. شوفوا خلاص هذا القوام حق الصابلي اللي نبغاه، او نقول حق العجينه حقت التارت. بعدها نقفل عليها، شايفين؟ خلاص نقفل عليها بالطريقه هذه. بعدها نحطها في الثلاجة مدة تقريبا من ساعتين إلى 3 ساعات تقريبا، تمام؟ بعدها تفردها وتشكل التارت على كيفك. أول شيء الليمون، طبعا الحين بسوي كريمة الليمون، بس نصيحة مني لكم لازم تركزون فيها. على طول حطيت الزبدة، شايفين؟ خليها تذوب فقط، ما تحترق، لأن كريمة الليمون دائما هي أصعب شيء، اصعب شيء دائما. فخليها تذوب بس ذوبان، بعدين على طول بعد ما تذوب عندنا الزبده ما تطبخ. عندي الليمون وعندي قشر الليمون وعندي السكر وعندي 3 حبات بيض، ترى هذه اللي بحتاجها بس انتظرها تذوب. خلاص تقريبا الحين ذابت، بسم الله ننزل على طول عليها الليمون، بعدين بعدها على طول ننزل السكر. اضمن الحين ان كلهم ذابوا مع بعض بدرجه حراره مي بعاليه، انزل البيض على طول معه واخلطها كلها مع بعض. شوفوا شلون طالعه معي، شايفين؟ ما شاء الله تبارك الله، صراحة طالعة جميلة. طبعا اللي بسويه الان المرينجلي ايطالي، هنا حطيت موية، بعدين على طول نزل السكر كله كامل عليه، بياض البيض بنزله هنا عندي كل، بس ما راح اشغل الماكينة، بس بنزله كله، تمام؟ خلوه لين توصل درجة حرارة السكر 110. طبعا شوفوا بعد ما وصلت درجة الحرارة بديت انزله كذا بالطريقة هذه، شايفين؟ عشان يطلع معي المرينج صح. طبعا هذا الصابلي شايفين؟ طبخته، بعدها على طول الحين بنزل عليها اللي هو كريمة الليمون، شايفين؟ طبعا كريمة الليمون على حسب، في اشخاص يقول لك والله انا احب كريمة الليمون بكثر، في ناس يقول لك لا ما راح اكثر، فكل واحد وذوقه. طبعا هذا اللي انا بحطه كذا، شوف كيف طالعة، خلاص يكفي. بفليزر الحين، يا سلام، شيء نقول بسم الله نجربها معكم. يا سلام، انا احب تارت ليمون. بالنسبه لي يا الله، شوف كيف طالعه، شايفين؟
بسم الله. خرافي خرافي. مو طبيعي النكس مع بعض.